خليني الاول اشرح على القانون اللي فات. هي حاجه اسمها المانوميتر، فتعال نشوف ايه المانوميتر. مبدئيا هو جهاز لقياس الرو فلويد لأي مائع غير معروف لدينا. نشوف شكله كده. حاجة بالمنظر ده. نحط مائع وليكن اللون الأحمر ده ونسميه مثلا أويل، رو أويل، ومجهول ده اللي عايزين ندور عليه. وحطينا مية من الناحية، طبعا نصب الاتنين مع بعض. حطينا مية، فمثلا المية جت كده. نقول الحتة من هنا لغاية هنا تعالوا نسميها مثلا اتش واحد، من ثم الحتة دي اللي هو نفس المستوى ده اتش اتنين، والفرق ده من هنا لهنا كده نسميه، او ده نسميه اتش اتنين واتش تلاتة. طيب هنا هوا وهنا هوا. نقطة A وB لو خدت خط عندهم كده هيكون تحتهم الاتنين مية. لو ده سائل، أي سائل، مع أي سائل يكون الرو بتاعته معروفة. ليتس سي إن هو مية مثلا. لو المية نزلت المائع وطلعته لفوق يبقى هي أتقل منه، يبقى الرو بتاعها أكتر، والرو أويل ده هيكون أقل من ألف. لو المائع هو نزل المية خلاص تطلع فوق يبقى هو أتقل أكتر من ألف. طيب الضغط عند نقطة A و B دول نفس المستوى ونفس المائع المية، والخط يكون فاصل بين مائعين. دايما ناخد الخط عند المستوى اللي يفصل المائعين عن بعض، بحيث يبقى موجود تحتيه او فوقيه على حسب شكل المانوميتر نفس المائع، والجهة الاخرى مائع اخر. وهقول كده ان الضغط عند نقطة A يساوي الضغط عند نقطة B. طب الضغط عند نقطة A عبارة عن ايه؟ رو اويل في جي في اتش اويل اللي هي اتش واحد. طيب الناحية التانية هيبقى رو ووتر في جي برضو في اتش تلاتة اللي هي اتش بتاعت المية. طيب اذا الاتشات معلومة والجهات طبعا تروح مع بعض ومعلومة، والرو ووتر الف، اقدر اجيب الرو اويل. يبقى التطبيق دايما لو جالنا مانوميتر في الغالب بيكون يعني يطلب منك حساب الضغط عند نقطة A او B اللي هي هنا او هنا على حسب هو المية فين. مثلا طلب عند البي، يبقى ده تعرف لو سويته بالضغط عند نقطة A اقدر اجيب الرو اويل. يبقى المانوميتر هنستخدمه دلوقتي في كام سؤال، ثلاث اربع اسئلة اللي جايين علشان احسب الرو بتاعة الاويل او البريشر. عندي نقاط مختلفة يقول لي عليها.